احنا في بدايه الحلقه كنا اتكلمنا على اصغر لاعب خد البطوله، يعني كاس امم افريقيا اللي فاتت كان اصغر لاعب خدها كان مهاب سعيد، وهو خدها بالظبط 19 سنه وست شهور، كان الرقم محفوظ بالاحمد الاحمر، يمكن احمد الاحمر كابتن نادي الزمالك طبعا كان خد مع منتخب مصر البطوله دي وهو عنده 20 سنه كاصغر لاعب في التاريخ. ولكن نجح مهاب سعيد كلاعب صاعد واعد اهلاوي انه يشارك مع المنتخب وانه كمان يحصل عليه البطوله وهو بسن 19 سنه وست شهور. معانا مهاب سعيد يعني عبر الهاتف، اهلا بيك يا مهاب. طبعا مبروك على البطوله ومبروك ان انت بقيت اصغر لاعب كمان خدت البطوله دي. مبارك حضرتك، ربنا يخليك. طب مهاب قول لي، يمكن انت كنت طبعا ضفنا هنا كتير واتكلمنا مع بعض، يمكن ما شاء الله انت في تقدم كبير جدا في مستواك، يعني يمكن كلمني عن مستر باروندو المدير الفني، عن علاقتك معاه وازاي كان الحوار في الهاند بول، يعني هو كان دايما بينصحك بايه او كان دايما شايف فيك ايه؟ والله هو يعني اول ما اتجمعت معاهم يعني كنت مركز ان انا احاول ابقى موجود وسط المجموعه وما بقاش بعيد عنهم، لان انا هم خدوا شغل كتير في اخر كام سنه هو كان معاهم. نعم. وانا كنت بحاول ابقى مركز كل كلمه هو بيقولها، وبقعد مع اللعيبه اسمع منهم في الملعب وايه الحاجات المطلوبه وكده، عشان احاول على قد ما اقدر اعوض اللي فاتني. وهو كان كل كلامه معايا في الملعب اللي هو التحركات التكتيك الحاجات ديت، ان انا لازم اكون مركز في الحاجات دي. والحمد لله يعني هو اداني الثقه، وانا الحمد لله يعني قدرت امسك في الفرصه دي زي ما بيقولوا، بس الحمد لله يعني ربنا كرمه. طب قول لي يا مهاب، يعني شايف يعني انت طبعا النادي الاهلي انت تاخد راحه دلوقتي وترجعوا على المعسكر، وبالمناسبه احمد هشام بيمسي عليك هنا في الاستوديو، ويعني حبيبي ايوه ازيك يا هوبا. انت قول لي، انت اتبسطت لما احمد هشام خد هداف المنتخب؟ طبعا ديزا ده شخصيه محترمه طبعا، طبعا هو عارف انا بحبه قد ايه يعني، وكانت بامانه يعني عارف ساعات بيبقى المكافاه الربانيه بتبقى احلى، يعني ساعات تتعرض لظلم او يعني مش عايزين نقول ظلم، يعني وجهه نظر فنيه ما بتبقاش ظلم، ولكن بتلاقي نفسك يعني ولما بتجي لك الفرصه بيروح كرم ربنا جاي من واسع زي ما بيقولوا. من اكتر الناس اللي في المنتخب او الاكتر الناس اللي انا شفتها في حياتي هي مجتهده. نعم. وعشان كده ربنا كفه، وهو بصراحه شخصيه محترمه جدا، مع ان فرق السن بيني وما بينه مثلا بتاع 6 سنين، بس هو بيتعامل معايا كاني واحد صاحبه عادي، بنهزر مع بعض عادي. يعني هو شخصيه جميله بصراحه. طب قول لي يا مهاب، انت يعني السنه دي مع النادي الاهلي بقى طبعا عندكم، كنت لسه بتكلم مع احمد هشام، من شهر 9 ل 10 عندنا 3 بطولات جامدين جدا، كاس السوبر المصري في الامارات، بطوله كاس العالم للانديه هتبقى في السعوديه، وهنطلع بعد كده على تونس بطوله افريقيا. شايف احنا النادي الاهلي السنه دي شكلنا ايه؟ هل احنا افضل من السنه اللي فاتت؟ خبراتنا زادت، خبرات اللعيبه زادت، شايف الوضع ازاي يا مهاب؟ والله هو النادي دلوقتي بيفكر بطريقه ثانيه خالص، ودي حاجه كويسه، وحاطط بلان كويسه ان هو عايز ياخد كل البطولات السنه دي، وانا شايف ان احنا قادرين نعمل دوت بالعناصر اللي موجوده ومع المدرب الجديد اللي مكمل، وجايبين مدعمين الفرقه بعناصر كويسه، فانا شايف ان احنا نقدر ان شاء الله يعني. ان شاء الله ان شاء الله. وخلي بالك جمهور الاهلي متابع كويس يا مهاب. يعني بحاول والله اعمل اللي اقدر عليه عشان اكون عند حسن ظنهم يعني. ان شاء الله هم مستنيين منك الكتير. مهاب سعيد نجم منتخب مصر لكرة اليد، بشكرك شكرا جزيلا.